موقفي كان واضح، يعني أنا لم أكن من المؤيدين للسيد الكاظمي لاعتقادي أنه لا يتمتع بالخبرة السياسية الكافية لإدارة البلد، لكن أيضا للإنصاف والموضوعية ألاحظ أن هنالك هجمة يعني ظالمة تطال هذه الشخصية. هجمة ظالمة. نعم، وهي جزء من الهروب من الواقع. أها. يعني الآن واضح أن الطبقة السياسية اللي نعم. حكمت بعد السيد الكاظمي ما أتت بشيء أفضل من فترة الكاظمي، تمام. بل بالعكس فتحت بوابات علينا. يعني فترة الكاظمي ما شهدت دماء مع المواطنين، تصادم مع المواطنين، هاي الفترة شهدت دماء في الناصرية، أها. مو الدولار استقر، الفترة هادئة فترة الآن، الكاظمي هادية. فترة هادئة. جي. نعم، فأعتقد يعني هذه الهجمة هي محاولة للهروب من الواقع وشد الانتباه إلى الماضي بدون أي منفعة. يعني أنا من أنتقد مرحلة سابقة أنتقدها حتى أتجاوز أخطائها، حتى أبني على إنجازاتها أو نجاحاتها، أما أتولى موضوع تسقيط لمجرد